السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بتلاميذ من السنة الثالثة إعدادي في تمرين في الحساب المثلثي. نبدأ بقراءة معطيات التمرين أ بي سي مثلث بحيث. إذا عطينا القيم ديال أ بي و أ سي و بي سي. السؤال الأول بين أن أ بي سي مثلث قائم الزاوية. إذا ممكن نطبق مبرهنة فيثاغورس العكسية. إذا هنا غنحاولوا نحسبوا المربع ديال كل ضلع ومن بعد نشوفوا واش شروط المبرهنة كاينة أو ما كايناش. إذا غنبداو بحساب مربع جميع الأضلاع. إذا نحسبوا المربع ديال AB. إذا AB حنا عندنا AB كتساوي لنا 2 جذر 3 على 3. إذا الكل أو كاري. إذا نبسطوا داك الكتابة. إذا المربع ديال البسط على المربع ديال المقام لا 3 أس 2. المربع ديال البسط إذن 2 أس 2 في جذر 3 أس 2 على 9. 3 أس 2 هي 9. إذن 2 أس 2 4. جذر 3 أس 2 3 على 9. إذن تساوي 12 على 9. الآن نقوم بحساب أ سي مربع بنفس الطريقة. جذر 13 على 3 الكل أس 2. إذا الأس ديال البسط تمشي على البسط وعلى المقام. إذا 3 أس 2. جذر 13 أس 2 هي 13. 3 أس 2 9. نقوم بحساب كذلك ب سي مربع. إذا 5 على 3 الكل أس 2. إذا 5 أس 2 على 3 أس 2 إذا هي 25 على 9. هنا كناخد أكبر ضلع. إذا 25 على 9 13 على 9 12 على 9. أكبر ضلع هو بسي مربع. إذا كنجمع الضلعين الآخرين مربع الضلعين الآخرين. إذا أس مربع زائد أ ب مربع. علاش خدينا أكبر ضلع؟ لأن دائما الوتر كيكون هو أكبر ضلع وبالتالي مربع الوتر يكون أكبر من المربع ديال الأضلاع ديال الأضلاع الأخرين. إذا أ س مربع زائد ب مربع كيساوي لنا 13 على 9 زائد 12 على 9. إذا المقام عندي موحد كنجمعو 13 مع 12 إذا تيعطينا 25 على 9 هي القيمة ديال ب س مربع. وبالتالي لقينا بأن ب س مربع يساوي أ س مربع زائد أ ب مربع. إذا حسب مبرهنة طبيعة الحال هنا قبل كان ممكن نقولو نعتبر يعني قبل ما نحسبو نعتبر المثلث أ ب س. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية المثلث أ ب س قائم الزاوية في أ. بطبيعة الحال أ هنا دائما الرأس ديال المثلث قائم الزاوية أ كتعاود عندنا هنا في العلاقة وهذا كيكون هو الوتر ب س هو الوتر. نمر إلى السؤال الثاني. أحسب طنجنت ب وسين ب وكوس ب ثم سين سي وكوس سي وطنجنت سي. إذا طلبوا مني نحسب النسب المثلثية للزاويتين الحادتين في المثلث أ بي سي اللي لقيناه حسب السؤال الأول بأنه مثلث قائم الزاوية. إذا لدينا أ بي سي مثلث قائم الزاوية. إذا نبدأ بحساب طنجنت بي. طنجنت بي إذا الزاوية بي تساوي طول الضلع المقابل للزاوية على طول الضلع المحاذي. إذا المقابل هو السي والمحاذي هو أ بي. نعوض السي وأ بي بقيمهما. إذا السي تساوي جذر
13 على 3 و AB تساوي جوج جذر 3 على 3. إذا كندير البسط في مقلوب المقام. نذكروا العلاقة ديال AB على C على D، هذه العلاقة تساوي A على B في مقلوب المقام، إذا تنضربوا في المقلوب ديال المقام اللي هو الدارس. إذا جذر 13 على 3 في 3 على 2 جذر 3. كنشوفوا واش عندي الإمكانية الاختزال. إذا عندنا 3 وعندنا 3، تيبقى لنا جذر 13 على 2 جذر 3. نحسبوا الآن سينوس ديال بي. إذا سينوس بي تساوي الضلع المحادي أو المقابل على الوتر، الضلع المقابل اللي هو أسي على الوتر، الضلع المقابل للزاوية القائمة اللي هو بي سي. إذا نعوضوا، إذا عندنا أسي كتساوي لنا جذر 13 على 3، وعندي بي سي اللي هو الوتر كتساوي لنا 5 على 3. إذا بنفس الطريقة، إذا كنضربوا البسط في مقلوب المقام، إذا نختزل بالعدد 3 تبقى جذر 13 على 5. خلينا نحسب الكوس ديال بي بنفس الطريقة. الكوس ديال الزاوية كيساوي لنا طول الضلع المحادي اللي في هذه الحالة هو أبي. إذا طول الضلع المحادي أبي على الوسط اللي هو بي سي. إذا نعوض AB بالقيمة ديال اللي هي جوج جذر 3 على 3 على BC اللي هي 5 على 3. إذا البسط في مقلوب المقام، ما عنديش الإمكانية الاختزال، إذا غادي نحسب. إذا جوج جذر 3 في 5، إذا هي جوج في 5 اللي هي 10 جذر 3 على 3 في 3 9. إذا انتبهوا لهنا، في الضرب كندير البسط في البسط على المقام في المقام. إذا لقينا النسب المثلثية ديال الزاوية ب، إذا القوس، إذا لقينا القوس ولقينا السين ولقينا الطنجنت كذلك. إذا في السؤال الموالي طلبوا مني نحسب السين ديال سي والكوس ديال سي والطنجون سي. هاد القيم يمكن لي نلقاها بسهولة إلا ذكرت الخاصية. كاين واحد الخاصية خلينا نبشرها. هاد الخاصية كتقول لنا إلا كان عندنا واحد الزاويتان متتامتان، في هاد الحالة عندنا هما بي و سي، زاويتان متتامتان أي المجموع القياس ديالهم يساوي 90 درجة. علاش 90 درجة؟ لأن حنا عندنا مثلث قائم الزاوية، إذا هاد الزاويتان غيكونوا متتامتان، وبالتالي هاد العلاقة كتقول لنا راه السين ديال بي كيساوي الكوس ديال سي، والكوس ديال بي يساوي السين ديال سي، والطنجونت ديال بي يساوي واحد على الطنجونت ديال سي. إذا هادي علاقة تذكروها مزيان، لأن هنا يمكن لها تعطيني النتيجة ونحسب بها النسب المثلثية بكل سهولة. إذا طنجونت سي هي واحد على طنجونت ديال بي. إذا غنطبق هاد العلاقة هذه لحساب السين ديال سي، قلنا هو الكوس ديال بي. الكوس ديال بي لقيناه، إذا هو 10 جذر 3 على 9. طبيعة هنا هنا في التبريرة غنقول لدينا بي و سي زاويتان متتامتان. إذا وندير العلاقة ديالي، كذلك عندنا كوس ديال سي يساوي سين ديال الكوس ديال سي يساوي سين ديال بي. إذا السين ديال بي لقيناه هو جذر 13
على 5. والطنجنت ديال سي يساوي 1 على طنجنت ديال بي. اذا كنشوف الطنجنت بي شنو عندنا، شنو لقينا؟ لقينا جذر 13 على 2 جذر 3. اذا 1 على جذر 13 على 2 جذر 3. اذا انتبهوا هنا مزيان، اذا البسط عندنا هو 1 مضروبه في مقلوب المقام. المقلوب ديال المقام عندنا هو هذا العدد، هذا المقلوب ديالو هو 2 جذر 3 على جذر 13.